سجل مركز صنعاء الحقوق 4850 انتهاكا اقدم عليها الحوثيون في صنعاء وحدها منذ سيطرتهم عليها في 21 من سبتمبر من العام 2014، مشيرا عدم توقف الانتهاكات في صنعاء ولو يوما واحدا على مدار العام. وسجلت وحدة الرصد بمركز صنعاء الحقوق من بين هذه الانتهاكات 93 حادثة قتل عمد لمدنيين بينهم امرأتان، وسجلت أكثر من 1281 جريحا برصاص الحوثيين أو براجع مضادات للطيران. كما رصد التقرير 1725 حالة اختطاف، قتل 4 منهم تحت التعذيب، وما زال مصير معظم المختطفين مجهولا، بينهم وزراء في الحكومة اليمنية وقادة سياسيون وعسكريون جرى اختطافهم على مدار العام المنصرم، إضافة ل13 صحفيا يتعرضون للتعذيب في أحد سجون المتمردين بالعاصمة صنعاء. وحسب مركز صنعاء الحقوق فإن أكثر من 203 اعتداء طالت المسيرات المطالبة بوقف الانتهاكات في المحافظة، وجرى اختطاف العشرات من المشاركين في المسيرات، بينما تعرض المئات للضرب والاختطاف المؤقت في أقسام الشرطة. كما رصد تقرير المركز الحقوقي في صنعاء انتهاكات مختلفة أقدمت عليها ميليشيا الحوثي وصالح طالت عددا كبيرا من المباني والمنشآت في محافظة صنعاء، حيث فجرت الميليشيا 94 منزلا ومسجدا ودار قرآن، واقتحمت 340 منشأة حكومية وخاصة، ونهبت 180 منشأة أخرى. وفي تفاصيل انتهاكات المنازل، أشار التقرير إلى تفجير قرية الجنادبة بأكملها في مديرية أرحب شمالي العاصمة صنعاء. كما أفاد التقرير اقتحام الحوثيين ل329 منزلا من منازل خصومهم بحثا عن معارضين لهم لاختطافهم، ونهب 123 منزلا منها، فضلا عن نهب 49 مزرعة و48 سيارة وخمس دراجات في أماكن مختلفة من المحافظة صنعاء. واستهدفت الميليشيا في حملة انتهاكاتها خلال عام أسود في محافظة صنعاء 34 مقرا حزبيا أغلبها تتبع حزب التجمع اليمني للإصلاح، وتعرضت جميعها للنهب. كما استهدفت 26 مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة خضعت للتمركز فيها أو تحويلها إلى مخازن للسلاح.